خال، شايف في بيتمك حكي، احكي ولا يهمك. ما بزعل مني ولو يا خال، تفضل احكي من شان الله تحكي. مدير المدرسة الجديد، ايه شو بو؟ وربيعة اختي، شو بهو؟ شافوها المبارد. انت شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو جنيت؟ هذا اللي شفته واللي سمعته واللي تأكدت منه يا اخي. بيروحوا بيعبوا مي من العين. من امتى؟ هلكتني يا اغا، هلكتني. حصانها غير حصاني يا اخي. شو قلت لي اسمه يا اخي؟ خلصنا لك يا اغا، خلصنا. نحن بنطب بناتنا وخلاص. عم بسألك شو اسمه بتجاوب؟ لا اله الا الله. بدك اسمه الرسمي ولا اسمه الحقيقي؟ شلون يعني اسمه الرسمي ولا الحقيقي؟ ليش هذا اللف والدوران يا ابو سطيف؟ ليش؟ لانه هي القصه كلها لف ودوران يا اغا. هيك لكان، هيك لكان. شو قال؟ شو قال اغاي؟ امي شو قال؟ لك ايه بعدوا عني، خنقتوني بعدوا. شو اسمه الحقيقي؟ خالد حامد. حامد شو؟ حامد رسلان اغا. كسر الفنجان. ايه والله، ايه والله كسر الفنجان. كسر الفنجان. فال الله ولا فالكم يا ربي، فال خير. هلا شو بدي اعمل؟ رحتوا وتركتولي الحمل. انت بيت رسلان اغا، انت يلي حامل الاسم بابنك محمود اغا. قلنا نسينا ونسيوا، كل واحد راح لحال سبيله. اتاري ما في شي بينتسى بهالحياة. هيك لكان، دارت الأيام وبدكم تفتحوا الدفاتر العتيقة، بس نسيانين شغلة واحدة. الدفاتر العتيقة مو بس عندكم، لا مو بس عندكم. أمي أمي، مشان الله أنا مالي غيرك بهالدنيا، لا تتركيني واقف لوحدي. بنت رسلان اغا ما بتبكي يا بنت. امي كرامي، لا الله تسمعيني، حرام عليكم، حرام. انت عم تحكي بالحلال والحرام؟ لك امي شو بدي احكي؟ كل وحده بتاخذ نصيبها. هي لا، اجى نصيبي وبدي اخذه. نحن مالنا راي، الراي له وحده وبس. بعدين نحن ما في عنا بنات يتجوزوا قبل ما يتجوز الاغا. والله حرام هيك، حرام حرام يا أمي. بنات رسلان أغا ما بيبكوا. ليش؟ ليش ما عندنا عواطف؟ ما لنا دموع؟ ما لنا بشر؟ بشر بشر، بس كتير مختلفين. ما لنا مختلفين؟ بشو مختلفين؟ قليلي بشو مختلفين؟ لك ما بكفي إنكم بنات رسلان أغا. أمي كرامي، الله اسمعيني، الله يخليكي، الله يخليكي، لا تخلي الدنيا تغلط وانا اغلط.
هلا قولي ايه ليجي الاستاذ خالد يطلبني. اسمه خالد؟ ما قلت لك خالد ابن الرقاصة؟ كيف عرفتي؟ انا شو عرفني؟ انا شو عرفني؟ هدول هدول يلي كانوا يقولوا دايما الدم النظيف ما بصير يتلوث بدم الرقاصات يا كلبي. هدول هيك لكان جاي بعد كل هالسنين ياخذ بيتار ابوه. بيقولوا الدار نار يا اخ. تعتقد انه هو اللي عم بيسمم الخيل؟ بلشنا نشك ونتردد. من زمان كنت فكر لما بدي استقبله كيف بدي احكي معه؟ شلون بدي اشوفه اول مره؟ شو بدي برر له؟ وهي اجى بنفسه بس يسمم الخيل ويحط عينه على البنت. مستحيل يكون هذا من دم رستان آغا، مستحيل. ما بتعرف، ما بتعرف دم اخواله شو عمل فيه. بس ربيعة بديعة، ها؟ تذكريني بالأيام الحلوة. إيه؟ إيه؟ مطيعة؟ سامحيني، إيه؟ إيه؟ شو عم تساوي؟ أمي طفوا الضو، خلص الكاس. أمي ناموا، بكرة الصبح في عنا شغل كتير.